صباح الخير. قديش الساعة؟ متأخرة بالنسبة إليك، فاتك كتير أحداث مهمة. الظاهر بدك ما تدفع لتفيقي، هدول ورداتك. هذا اللي ناقصك، ما هيك؟ نحن ما فينا نلاقي دائماً أبطالنا جوات الكتب. ها اللي وين لقيته؟ هدول تياب نظيفة، تفضلي البسيها. لك من وين جبتن هدول تيابي؟ كيف جبت هدول؟ لسه لازمك شي تاني دكتورة؟ يا حقير، كيف فتت على بيتي؟ قلي شو عملت بغراضي وكيف فتت على البيت؟ الموضوع بسيط، أخوك الشرطي ما كان بالبيت. الخدامة وقعت لك الوردات. لك انت كيف بتفوت على بيتي وكيف بتجرؤ تلمس ثيابي بايديك الموسخين بالدم؟ هلأ في عنا شغل، يلا طلع لبرا، رح غير ثيابي. عم قلك انقلع لبرا. ممكن تكون إنسان منيح. ما بحب الحكي الكتير من الصبح. أنت بتعرف إنه الشي اللي عم تعمله جريمة، وأكيد أخي بيكون عم يدور عليك بكل مكان ورح يوصلك. سكتي وامشي. مجرم.